السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك اخوكم ريان او سين زد. رجعت لكم كومنتري جديد او حلقة جديدة من هانجر جيم او اول حلقة هذه. فبسم الله ان شاء الله نتوفق، ان شاء الله نفوز، ما في امل بس ان شاء الله. فسويت الكيت بربر او كيت بربار، ما ادري ايش اسم امه، لكن بشرح لكم اياها بس بعد 10 ثواني لان بيرسبنوننا الحين. اوكي رسبنا، هذا جاني سلاح. هذه الكتات او الكيتس على قولة، يعني كيتس عشان جمع الزبدة، تلقونها في الديسكريبشن، بحطها في الديسكريبشن. طبعا خلني بجمع الفطر فطر 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 فطر. هذه الكيتس او الكتات هذه سلمك الله من اول الجيم يعطونك شيء، مثلا انت تبغى معول فيه اختصار خاص يعطيك معول، السيف تبغى يعطيك سيف تكتب كيت بربر او زي كذا، يعني شيء كويس. قرية، ما دريت ان هنا في قرية. طيب ما مشكلة، خلينا نجمع خشب. الله ياخذك، خذ حقتي، الله ياخذ من حاله. انا ليش اكسر على المويه؟ هولاك خربنا مزرعتهم، خربنا قريتهم وبس. اوكي بيبدأ الحرب بعد 50 ثانية، فضبط عمرك افضل لك. طيب خلينا نسوي كذا، نسوي كرافتينج. ودي انزل هنا ودي ما انزل هنا، ف نسوي كذا ونسوي فول. العب يا الفول، كويس كويس، وضعنا سليم. احسن ما في الفول هذا والمشروم، يعطيك او يعبي لك ثلاثة هيلث، ثلاثة هاي. وينه؟ مات؟ مات؟ اي والله مات. طيب في اثنين هنا، انا بافك سبرنت بنحاش. يكفي ذبحت واحد، كويس. اصبر، لا والله برجع له صدق، خلهم يذبحون وبينقص الهيلث حقهم. واحد حاش، مش كفي لاقله، تشوفون اتقدم ويصير قدامي. وينه؟ اي شو يا امه ذا حاقد علي؟ انحش 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 انحش. يمكن هذا اللي طقيته او طقيت خويه، ما لا لا اللي طقيته مات. شلون سواليف؟ طب انا بنحاش بس بعبي هيلث وراجع لك يا كابتن. اوهو لافا، تعال. ايوه انقزين. كل واحد يلحق الثاني، سواليف ايش السالفه؟ ايوه كف، طق طق. ايوه ضربه كويس، الحين ناقص الهل حقه، فاطقه واخذ اغراض الثنتين، الثنتين الاثنين. اما الثنتين كويس، الحين ذبحنا تقريبا اغراضهم زباله. والله جد احس اني زباله رموها علي. اوكي خلينا نحاش، الحين نروح لنا شيء كويس. اقرب واحد من ذي الجهه. تحوم 3 ساعات. واحد مقلد اسمه، وفي يعني هو عربي، في اس اي عربي، هذا في طروق عربي، في عرب، خلنا نكتب في عرب كذا بس، بنظر في عرب. واحد يكتب ايطالياني، ايطالياني مكرونة مكرونة روما نابولي سباجيتي بيتزا كابتشينو مارادونا سباجيتي. ايوه هذا واحد كويس، مو مدرع بس. وش ذا العالم ما سوى لود؟ عربي عربي هذا، الزودا الزودكس الزوز يا كابتن، عربي عربي تعال. عرب عرب عرب، ايش بامه ذا ينحاش كذا.
شوي قامط ذا ترى نفس ما لبست دروع ولا شيء. ايوه نقص اللث في كومة من اللاق يا حبيبي. وقف وين اختفى؟ عرب 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 اي. تعال طيب بتنحاش انت وتطقني ما ادري شو وضعك. انكسر شلون انكسر سيفي؟ انكسر ولا ذبيته والله ما ادري. شوف اللاق اوه طاح ولا اي والله طاح والله انه خواص مع نفسه. اوه في واحد هناك اي والله في واحد هناك نزل بعد ايوه مت 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 ايه شوف شوف ما ما يتاثر ما يتاثر ما يتاثر. اوه اوه كم باقي لي ثلاث قلوب بس. واو واو سكر معليش على الظلمة لكن ثواني بس لان عبي هيلث كويس. لقينا سهم بس ما اوه ثلاث اسهم كويس. وش بعد ماشروم وسيدز شو ابغى بسيدز؟ طيب هذه حطينا. عندنا اكل واجد فشي مرة كويس. خرجت باغراضنا بس والحين لا ابغى هذا عشان بطلع والاسهم هنا شي كويس. اوكي خلنا نطلع الحين. وين خوينا قبل شوي اللي توزع؟ البوصلة وين البوصلة؟ او هناك في ناس؟ لا لاك. في واحد قريب من عندنا اسمه في بلاز بليز في بليز 02. طيب وينه وينه وينه؟ حق الطاكو هذه هذه نفس القرية؟ اي والله. وش في امه ذا وش لابس؟ هي وش هو راسه؟ مدرع ذا ولا شو وضعه؟ ترى يقبطه وانا مالي دخل. طيب اوكي بس اوه بعد اوه شو معليش معليش شوف شوف معه مع سيف ايرون ودرع جولد مدرع يعني لو بقابله بيذبحني لو بقابله بيذبحني. هذاك انا خفت منه ليش؟ عشان لبسه غريب شوي صح انه مدرع بس ما ادري ليش خفت. اوكي هذا المكان تلقى احيانا فيه اوه خلينا نحاش تلقى احيانا فيه فيه ايرون فيه جولد فيه دايموند فيه دايموند تقدر تصلح منه سيف يجيك ثنتين حبتين ثلاث حبات فشي مرة حلو. ذا الحين اللي لحقنا اي والله يا حبيبي يطير خلاص انا خلني اجمع لي موارد ثم اجيك. اخي ابغى بكيت واخذ لافا ودي مرة اجرب لكن ما باليد حيل ما باليد حيل. كويس والله نقص كثير شي مرة حلو. وين راح؟ توقع تركنا؟ اوه يا بوي نظام قدرات توزع ورا الجبل على ما اظن. لا تكفى لا الا الغابة الا الغابة كلها الشيء ذاك اللي بطي. لا يا رب ما معي بوه. اوه صح انا معي بوه بس هو مدرع. لا لا ايش هذا ايش هذا؟ انحش انحش اللي اقصده هذا شفت هذا اللي طايح من الشجر هذا اللي بطي فشي مرة مو كويس يعني لو تقعد فيه يبطيك ويخليك بطيء انحاش. شوف يا راعي الجولد انا اعطيك اياها من الحين والله ما تلحقني والله ما تذبحني استغفر الله يعني بنحاش 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 ومعي اكل يعني ما في امل يوقف السبرنت حقي فاتركني وخلني في حالي الا اذا انا استسلمت ووقفت لك يعني شيء لا تتوقعه. في دروبات شوي ايوه ايوه لاق 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 وش هذا؟ اوه برا الماب معليش معليش يا كابتن ارجع 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 اخاف اقابل الحين راح الدرع وين راح؟ لا لا هو وراي كويس
ها ما دريت عن برا الماب. يا ابن الحال خلنا في حالنا وخلنا نمشي. وينه؟ لا وش خلاني افتح هذا؟ انا حشان حشان حش برغط ضغطته. كويس كذا للحين لحقنا يا اخي. خلاص يمدينا قابله، بس والله مع سيف ايرون ومعه جولد، يعني ولا معي شيء انا الا السيف بس، ولا اني مدرع. اها خاف ينقص الهنجر الحين واوقف له ويذبحني. تات 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 تات. انحش انحش. اي فك سبرنت. اي اه ما يفك اشوى. والله نقمت. طيب هنا العالم ما سوى لود كويس. انحش. بينتهي الهنجر الحين، مو بالحين يعني اذا استمرت كذا بنتي. ما ادري وين هو الحين. البوصلة تأشر لي هنا. البوصلة تأشر لنا هنا. وينه البوصلة؟ تكفين لا تنكبيني، تكفين. اي والله هو هذا هو اسمه، بس ما ادري وينه بالضبط. يتحرك هو ولا لا؟ ايوه فرصته. خلني اشرب. شفته هذا هو. الحين بيجي الليل، بيجي الليل، بيجي حوش. يا النكبة. هنا العالم ما سوى لود ولا ايش وضعه؟ نظامه وسخ، توزع ورا الديرت عشان ما اشوفه. نظام غبي. وش ذا؟ كفو. شو حسب انه هو طقني ترى. دمج. يا اخي للحين لحقني والله العظيم. بنتي السيرفر ولا للحين لحقني. انا في حل وحيد بس بعطيكم حلوله بما اني فاضي كذا قاعد وهو قاعد يلحقني. اول حل اني يعني يلقى لي واحد قدامي الحين وخليهم يتضربون ثم ينقص هلث واحد منهم واجي اذبحه، هذا الشيء. او اني اخليهم يتضربون. برا ما برا ما بس برسبه بنحاس. طيب او انا خليهم يتضربون ونحاش وروح رزقي وروح انزل لكهف او اسوي لي اي شيء. هو يساري، هو يساري وعلى يسار. البوصله تقول كذا انحش. انحش انحش. وين راح؟ طيب اوكي. غريب ما يرسبنون وحوش او موب. شيء مره غريب، شيء غريب. طيب اوكي. مات؟ لا ما مات، للحين موجود. طيب شيء كويس. وفي واحد عربي بلا الحين موجود اللي اسمه اكس اس اي اس اي اكس، ما ادري ايش اسمه. زبده ما ادري ايش اسوي انا الحين. يمكن انتظر لين النهايه وما ادري كم وقعت كم تسجيل ما ادري. ف حط في بالك يا اللي قاعد تتابع الحين بدون دروع، يعني ان بقابل واحد غير هذا بقابل واحد مدرع كامل، لانه اكيد اكيد انا اضمن لك انه نزل كيف وجمع له ايرون ويمكن لقى له دايموند في صناديق. ف بموت بسرعه. ف هذا واحد ثاني، واحد ثاني. اي والله لقينا واحد ثاني، واحد قريب ثاني غيره. وينه بس ما ادري وينه، ما ادري. ريفين، ريفين. وات؟ واو اصبر والله في اثنين ماتوا. طب انا خايف من اللي واحد اللي وراي ذاك اللي حقني، خاف انه يجي الحين ويدزني تحت. فكيف انزل؟ هناك في واحد نزل وهنا في كرافتينج.
ما معي بكاكس صدق. اي والله ما معي. اصبر طيب، في كرافتنج هنا. حط هنا و اما ما منع حجر. طيب ما في مشكلة. وين هو الحين؟ اوه ذبحها اس اي. اصبر خليني بكلم اس اي. اس اي تصير ستيم بيكرشني، بيقول تخسر او يقول لي لا. تو مكتوب اس اي حلو، اما مات تو طلع لي اسم اس اي. شوف اس اي، اس اي واز دومي مدري وشو. اس اي مات. طيب باقي والله شبت حرب هنا بس ما ادري وينهم الحين. وين اوه اتوقع انه طلع، على ما اظن انه طلع لاني شفت وات بغيت اطيح، بغيت اصفط. طحت بعد. الوصلة تأشر هنا. المشكلة ما اشوف اسمه. طلعوا لي احداثيات هذه، في وش فيها؟ اوه مدرع كامل. لا 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 لا، حط رجلك حط رجلك حط رجلك. هذا اللي قلت لكم بيجين واحد مدرع كامل وبتورط. ايوه ما اعطاني وجه. ليش لا تقول لي الصندوق، لا تقول لي الصندوق اللي قبل شوي هو الاحداثيات. وين هو الحين؟ ظهر شافني كذا مفسخ بدون شيء ورحمني. هذا هو تحت. اصبر وش فيه في الصندوق؟ افتح. اي والله هذا هو. اما لا انا اشرش اواجهه. تعرف سالفة النحشة؟ يا طيرني. سالفة النحشة ما عدت نفع ابد. شكرا على المشاهدة، ما قصرتوا. بس هذه الحلقة حقت اليوم. ان كنتم تبغون هانجر جيم زيادة فاكتبوا في الكومنت واعطوني لايك مفضلة. صح انها تحسونها شوي سماجة اذا كنت لحالك، لكن يلا المرات الجاية ان شاء الله يكون معي واحد. سببين، ما يكون طفش سواليف، وشي ثاني عشان تصير قوي يعني تنزلون كيفين كذا ولا حد يخاف على الثاني، يعني يصير في مساعدة تعطيها كل، يعطيك دروع يعطيك كذا الى اخره، فشي كويس. وش السيرفرات؟ السيرفرات هذه للاصلية وللمكركة، يعني ما تفرق فيها واحد. لو تشوفها واحد اثنين ثلاثة لين هي لين تقريبا 24 ما ادري، بس هذا اللي انا حطيته ومشوار احط الباقي متعجز. فشكرا على المشاهده. هذا سيرفر جديد ما اتوقع اني بصور، خلاص طفشت التصوير. وبس مشكلة على المشاهده. لا تنسون لايك تفضل سبسكرايب، وكان معك اخوكم ريان اوسيم زد. السلام عليكم.